أحيا مصر بيكم أنتم. أنتم ولاد الأبطال، ولاد الأبطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. في يوم سألنا أبويا وقال لي نفسك تبقى إيه؟ قلت له نفسي أبقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا أبويا معنى الشهادة، معنى الرجولة، معنى البطولة. كل سنة ومصر طيبة، كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان، وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش. تضحيات رجال أبطال سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا أنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، وقواتنا المسلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم، كل سنة وحضرتك. أنا أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وأنت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا سيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، ويعني هو أكيد فرحان بينا الحمد لله. ده أشكر سيادة الرئيس الاهتمام دايما بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم، وطبعا دي من حاجة مش جديدة على سيادته، لأنه زي ما بيقولوا أبو المصريين، وربنا يحفظهم جميعا من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان. اللهم أمين يا رب العالمين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع أسر شهداء مصر، وأنا فخور جدا بدعوة سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. أنا راجل مسن ما قدرتش ألبي طلبات حضراتكم وأجيلكم في العيد. يجعل مصر في أمن وأمان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة، ونشكرهم كلهم وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله البلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، ويسدد خطاه، كل سنة هو طيب. أنا ليا الفخر وليا الشرف إن السيد رئيس الجمهورية كرمنا قبل كده في 2017، وليه طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهارده يعني، ودي حاجه تخليني ممتن جدا، فاكر رجالته، وللمره الثانيه بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور وتصرف في منطقه العمليات. طبعا بشكر القياده العامه للقوات المسلحه ورئيسها السيد وزير الدفاع، وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه، على الدعم المستمر، وان هم لسه فاكرين مصاب العمليات، وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سياده الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم
في لأسر مصابي وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة. لي الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018، كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم. موضوع الإصابة الحمد لله ما أثرش فيها خالص، بالعكس رفع من روحي المعنوية وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتة مني بمعنى أصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه في روح، مصر أغلى، مصر أبقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وأرواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر أغلى حاجة عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايما حماها، إنها تكون حتة مني، أعمل اللي نور رضاها أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لأجل ما تعيشه في سلام، وضحى علشان بحياته اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام.